أعد موقع تجمع أحرار حوران تقريراً ميدانياً رصد فيه مناطق تصنيع المواد المخدرة في الجنوب السوري بإشراف ميليشيات حزب الله وإيران والفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري، والطرق التي تعتمدها تلك الميليشيات في تهريب المخدرات عبر الحدود السورية. وأوضح التقرير أن محافظتي درعا والقنيطرة تحولتا إلى مركز لإرسال المخدرات باتجاه المملكة الأردنية والخليج العربي منذ سيطرة قوات النظام وحلفائها على المنطقة في أعقاب ما يعرف باتفاقية التسوية. إمبراطورية مخدرات، أهم عضو في نادي الدول المصدرة الأولى وفق التصنيفات، هي بعض الألقاب التي أسبغت على سوريا الأسد، ولهذا الإسباغ أسباب. تقرير جديد يكشف المزيد عن تورط النظام في الصناعة والتهريب، فماذا جاء فيه؟ يكشف التقرير الذي أعده موقع تجمع أحرار حوران أنه منذ اتفاقية التسوية عام 2018 في الجنوب السوري، حول النظام وبدعم من إيران وحزب الله محافظتي القنيطرة ودرعا إلى مراكز لإرسال المخدرات باتجاه الأردن والخليج، وذلك عن طريق ثلاثة مسارات رئيسية. الأول يبدأ من بلدة عيت الفخار في لبنان إلى جديدة يابوس السورية عبر نقطة المصنع الحدودية، ثم الديماس، ومنها عبر طرق متفرقة نحو الجنوب السوري. أما المسار الثاني فيمر من الإقصير بريف حمص، حيث التجمع الأكبر لميليشيا حزب الله إلى الساحل السوري، في حين ينقسم المسار الثالث إلى طريقين يبدأان من سهل البقاع اللبناني إلى فليطة هناك، حيث يتجه أحد الطرقات إلى عسال الورد ثم رنكوس وعدرا العمالية وصولا إلى اللجة، أو من فليطة باتجاه يبرود وجيرود وصولا إلى المدن الدرعاوية، فضلا عن الطرق المتخذة للتهريب عبر البادية والعراق وصولا إلى درعا. كشف التقرير أيضا عن إدخال حزب الله لعدد من مكابس المخدرات إلى منطقة اللجة في الجنوب السوري لتسهيل الصناعة والتهريب، وذلك بالتعاون مع أشخاص غالبيتهم من ضباط الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، إضافة إلى قياديين سابقين في فصائل الجيش الحر أجروا تسويات مع النظام. وقائع تشير إلى أن صناعة المخدرات والإتجار بها لدى النظام باتت رسمية مرعية من كبار رموزه وأجهزته، يهدف فيها إلى تدمير مجتمعات قريبة وبعيدة بسلاح فتاك اسمه الكبتاغون. قالت السلطات الأردنية أنها طلبت من نظام الأسد تسلم جثث 30 مهرباً قتلوا في أثناء الاشتباكات على الحدود الأردنية السورية منذ أكثر من شهر، ولم يجاوب النظام لتسلم جثثهم حتى الآن. يأتي ذلك في وقت أبدى فيه الأهالي عجزهم عن الذهاب إلى الأردن لاستلام الجثث لأنهم لا يمتلكون جوازات رسمية. 30 جثة مهرب سوري ما زالت عالقة على الحدود السورية الأردنية منذ أكثر من شهر، فما حكايتهم؟ هم مجموعة من المهربين السوريين الذين قضوا خلال اشتباك كبير مع العناصر الأردنية على الحدود بعد محاولتهم تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى الداخل الأردني. إزاء ذلك سعت السلطات الأردنية إلى مطالبة نظام الأسد بتسلم جثث عبر القنوات الدبلوماسية، لكنه رفض وتجاهل الأمر تماما. بالنسبة للأهالي فهم عاجزون عن تسلم الجثث بسبب عدم امتلاك غالبيتهم لجوازات سفر وصعوبة استخراجها في هذه الفترة، ولخوفهم أيضا من مراجعة فروع الأمن السورية، فلم يتمكن من الوصول إلى الأردن والتعرف على الجثامين سوى أهالي اثنين من القتلى والذين تسلموا جثتين أصولا من أحد المشافي في عمان. تتوالى زيارات الملك الأردني عبد الله الثاني إلى الحدود الأردنية السورية بهدف الوقوف على واقع التسلل والتهريب عبرها. آخر الزيارات كانت الشهر الفائت، وأبدى خلالها دعمه للجيش وقوات مكافحة التهريب على الحدود لمحاربة وإحباط جميع محاولات تهريب المخدرات القادمة من سوريا. نشاط متزايد في عمليات تهريب المخدرات تشهده المناطق الحدودية بين الأردن وسوريا، وخاصة في السنوات العشر الأخيرة، وذلك بتسهيل ورعاية من نظام الأسد وأعوانه.
لتفاصيل أوفى ينضم إلينا أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران من عمان. مرحبا بك أستاذ أيمن، وأنت أيضا من المشرفين على هذا التحقيق. معلومات أوفى، ما هي المعلومات المهمة التي ذكرها هذا التحقيق بعيدا عن التقرير؟ نعم يارا، السلام عليكم، تحية لكم وللمشاهدين تلفزيون سوريا. هذا التحقيق الصحفي الذي أصدرناه قبل عدة أيام حقيقة استغرق يعني أشهر من الإعداد ومن متابعة حقيقة ما يجري في الجنوب السوري من تهريب المخدرات، والتي باتت المواد المخدرة تنتشر بشكل كبير وملحوظ في محافظتي درعا والقنيطرة وأيضا محافظة السويداء. أهم حقيقة ما يعني نعانيه في متابعة هذه الأمور هي الأماكن التي يعني حقيقة تخزن بها المواد المخدرة. توصلنا إلى وجود مصانع قد أنتجها ووضعها حزب الله اللبناني في محافظة درعا، مكابس متواجدة قرب بلدة خراب الشحم على الحدود السورية الأردنية، وأيضا قرب نصيب يعني هناك مكابس. هذا الموضوع مهم أيمن، وأريد تفاصيل عنه. يعني النظام اليوم يغض الطرف ويسمح للناس بالتعامل بهذا الموضوع، وبدأ يشرف أيضا على عمليات التصنيع. من هم رعاة هؤلاء المصانع؟ يعني هل هناك أسماء معينة؟ هل هناك فئة معينة متورطة وهي من تشرف على عملية الصناعة، كونه صار في تصنيع وإنتاج ليس فقط مرور، يعني منطقة مرور لم تعد سوريا فقط منطقة مرور وإنما تصنيع؟ بالضبط يارا، هناك شبكات ومجموعات منظمة معدة للتهريب، مزودة أيضا بمعدات وطائرات الدرون المسيرة، وهي تنقل أيضا حبوب الكبتاغون على الحدود بين سوريا والأردن. هذه المجموعات، المجموعة الواحدة يعني يصل عددها بين 150 إلى 200 عنصر. بعض هذه المجموعات يتبع لمكتب أمن الفرقة الرابعة الذي يشرف عليه بشكل مباشر العقيد محمد عيسى، وله يعني ذراع واسعة في يعني في تجارة المخدرات في هذه المنطقة. نتحدث أيضا عن المخابرات الجوية، ونتحدث أيضا عن مجموعات تابعة للأمن العسكري. هذه المجموعات جميعها بشكل أو بآخر ترتبط بشكل مباشر بقياديون في ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيا الحرس الثوري الإيراني، الذين يتابعون يعني حقيقة جميع ما يجري فيما يخص تهريب المواد المخدرة. وتقوم هذه المجموعات على حماية وتأمين خطوط تهريب المخدرات عبر الحدود. هناك حواجز عسكرية، وهناك حواجز عسكرية تابعة لنظام الأسد متورطة أيضا بتهريب المواد المخدرة. هذه الشحنات تمر عبر الحواجز العسكرية، ولا تقوم هذه الحواجز بالتفتيش لهذه الشحنات. تم شراء هؤلاء الضباط من قبل إيران وحزب الله. طيب أيمن، أنتم تقولون حزب الله والفرقة الرابعة والنظام كلها اليوم فئات كبيرة، ولكن هناك بعض المعلومات كانت تقول أن هناك تجار من المنطقة متورطين ومدنيين وشباب من شباب الجامعات حتى، كونه لا يوجد مصادر دخل أخرى فبدأوا يعني انخرطوا بهذه العملية. نعم بالضبط، هناك تجنيد لأبناء المحافظة، وهناك أيضا وثقنا بهذا الصدد مقتل العشرات من أبناء محافظة درعا المتهمين أيضا بتجارة المخدرات وتعاونهم مع هذه الميليشيات. قبل نحو شهر الأردن أعلنت عن قتل 30 مهرب حاولوا الدخول والتسلل إلى الأراضي الأردنية، تم قتلهم جميعا وجثثهم الآن تحتفظ الأردن بهم، والنظام رفض تسلم هذه الجثث سوى 2 من العوائل. الأردن أمهلت هؤلاء الأهالي الذين معظم القتلى من عشائر البدو بريف السويداء. الأردن أطلقت وأعطت مهلة لذويهم أن يأتوا إلى الأردن ويتسلموا الجثث. الأردن تواصلت مع النظام السوري كما أشرت، رفض النظام تسلم أي من هذه الجثث. 2 من عوائل هؤلاء القتلى وصلوا إلى الأردن وتوجهوا إلى أحد المشافي في العاصمة الأردنية عمان، تسلموا الجثث. كان اقتراح من الأهالي أن تقوم الأردن بوضع الجثث على الساتر الحدودي بين سوريا والأردن، لكن حقيقة الأردن رفض هذا الأمر بأنه يعني غير أخلاقي أن يتم وضع جثة قرب الحدود. طيب أيمن، يعني الدور الذي تلعبه الأردن الآن هو فقط حماية حدودها، لا تستطيع التدخل بعمليات تهريب الكبتاغون. يعني الكبتاغون الذي يصل اليوم إلى الخليج، من أين يصل؟
نعم بكل تأكيد، الأردن اليوم تحاول منع تسلل هذه المجموعات المنظمة والمعدة بالأجهزة بشكل كامل، لكن الأردن تعلن بشكل يومي وشبه يومي إحباط هذه محاولات التسلل التي بدورها يحاول المهربون أن يدخلوا كميات المواد المخدرة إلى الأردن ومنها إلى دول الخليج العربي. لذلك الأردن تدافع الآن أيضا عن دول الخليج العربي. هناك تصريحات من الأردن أنها كشفت عن مواقع لتصنيع الكبتاغون في الجنوب السوري، ولكن يعني لا أعتقد أن الأردن قادرة على يعني الدخول بحرب واسعة مع هؤلاء المهربون في محافظتي درعا والقنيطرة، لكن بكل تأكيد الأردن متابعة لجميع ما يحدث في هذه المنطقة. وأود الإشارة تفضل. إلى المكابس، مكابس يعني صناعة الكبتاغون تعتمد الميليشيات ل يعني وجود هذه المكابس، وذلك لسهولة التكلفة المادية وأيضا وذلك لسهولة تهريب المواد المخدرة من درعا إلى الأردن كون المنطقة محاذية تماما للأردن. طب كم يجني النظام من تجارة المخدرات وصناعة المخدرات في هذا الوقت؟ هل هناك أرقام حقيقية استطعتم الوصول إليها؟ لا أرقام حقيقية، غير أنه من المعروف اليوم النظام ومن خلال مجموعاته المحلية التي تقوم على نقل شحنات المواد المخدرة إلى ومحاولة يعني تسلل بعض المجموعات إلى الأراضي الأردنية يجني منها آلاف الدولارات، ونتحدث أيضا عن ملايين الدولارات. لا شيء اليوم لدى النظام السوري والميليشيات الإيرانية غير تجارة الكبتاغون كونها يعني التي تعود لهم يعني بأموال طائلة ومبالغ باهظة نتحدث عنها حقيقة في هذه المنطقة. لذلك النظام يعتمد على تجارة الكبتاغون، ليس يعني لا شيء آخر غير تجارة الكبتاغون. ولماذا لا ينعكس يعني أيمن، كثير من الناس اليوم يقولون النظام يعني لديه دائما يعني موردات للمبالغ المالية الباهظة كما ذكرت، ولكن لا يوجد انعكاس للوضع الاقتصادي حتى الآن في سوريا. كل مناطق النظام اليوم ما زالت تعاني، يعني لماذا لا ينعكس هذا المال على الشارع، على أي شيء له علاقة بخدمات الحياة اليومية؟ نعم يا رأى، حقيقة هذه المبالغ الطائلة التي أتحدث عنها تعود لضباط النظام وللمستفيدين في سلطة النظام الأمنية. هذه المبالغ تعود لأرصدتهم حقيقة يعني، ونتحدث عن المجموعات المحلية التي تقوم بها هذه الأجهزة الأمنية والميليشيات الإيرانية، منها تسهيل عمل هذه المجموعات في أمور أخرى، منها ملف الاغتيالات. هذه المجموعات التي تقوم بخدمة النظام ليلا ونهارا وخدمة إيران تريد دخلا ماديا، ولذلك النظام يعتمد من خلال تجارة المخدرات على يعني تأمين المال ذاتيا لهذه المجموعات، وبالتالي لتقوم أيضا بعمليات اغتيال موجهة ضد معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في هذه المنطقة. لذلك النظام مستفيد بشكل أو بآخر، المسؤولون في هذا النظام وسلطة النظام هم من تزيد أرصدتهم للأسف يعني بالإضافة للتجارة. بالإضافة تمويل الآلة العسكرية. أخيرا أختم معك أيمن، يعني المواد الأولية من أين يحصل عليها النظام؟ ما هي المنافذ التي يستطيع من الحصول على المواد الأولية؟ نعم، المواد الأولية تأتي دائما من لبنان حقيقة يعني من البقاع عبر منافذ حدودية، منها أيضا طريق البادية السورية الواصل إلى الحدود العراقية، هو أبرز طرق التهريب لدى هذه الميليشيات. يعني تصل هذه الحبوب المخدرة إلى منطقة اللجاء ومنها أيضا إلى المنافذ الحدودية، نتحدث عن منطقتي الشعاب وخربة عواد القريبة من ريف السويداء والقريبة من الحدود الأردنية، نتحدث أيضا عن ريف درعا الغربي منها قرى وبلدات معرية وكوية وبيترة أيضا المحاذية إلى الأردن، ومنها معبر نصيب الحدود. يارا أود الإشارة إلى أمرين مهمين. نعم، قبل عدة أيام أغتيل الرائد في شعبة الأمن السياسي ماهر والسوف. هذا الرائد مكلف من القصر الجمهوري من لدى نظام الأسد بأن يقوم بمنع تهريب المواد المخدرة من خلال معبر نصيب. هذا الرائد جاءته مكالمة من يعني أحد ضباط المخابرات الجوية قرب بلدة صيدا، وتوجه هذا الضابط إلى هذه إلى هذا الموقع وتم اغتياله في هذا المكان. أود الإشارة إلى أن هناك صراعا حقيقة بين أيضا الأجهزة الأمنية التابعة للنظام
هناك من يعطل تهريب المواد المخدرة يقومون ضباط المخابرات الجوية ومكتب أمن الرابعة بإغتياله والتخلص منه. يبدو أن... نعم أيمن، المخدرات حقيقة يارا الآن باتت منتشرة بشكل كبير، وصلت إلى حد المدارس في محافظة درعا، وهذا ما يشكل حقيقة خطورة. يعني أكيد يعني تبعاته وخيمة أكيد أيمن. للأسف وقتنا انتهى، موضوع أكيد جدا مهم. شكرا جزيلا لك أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران، كنت معي من عمان.